في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية على راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال. يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين، معكم دكتورة شفيقة منصور غربية استشاري تعليم وتحليل سلوكي ولغوي. بعدنا مكملين معكم اليوم بنشاطات الطبخ لأولادنا المميزين، ومبارح قلنا حنحكي اليوم عن النصايح اللي بتخلي الطهي أو الطبخ تجربة ممتعة وبنفس الوقت تعليمية لأولادنا. أول شيء بدنا مسائل الاختيار، لازم نختار الأكل المفضل عند ابننا لنشتغل عليها. شو هو اللي بيحبه؟ مثلا إذا ابنه بحب الموز، إنه هالشي بيلفت له انتباهه قديش إنه أشياء كتير بسيطة، وبحب مثلا البينات باتر، فينا نجيب التوست، بيتعلم إنه يدهن البينات باتر أول شي عليها، منقطع الموزة بعد ما نقشرها. كمان بيحط الموز اللي بيكونوا مقطعين وبرش عليهم شوية شوكولات، بودرة الشوكولا، وفي يعمل لقلي وفي يعمل لقلو، انه تكون اشياء نوع من المشاركة. اذا هو ما حب ياكلها في قدمها لخيو او لقلي، انه نوع من الاستمتاع انه عملنا شيء، مثل ما انا مثلا بطبخ له بيكون هو كمان عم يعمل شيء ليشاركه معي. لازم ناخد بعين الاعتبار انه الوصفات تكون مناسبة لعمر الطفل، يعني مثلا ابن 3 سنين ما متوقع يكسر البيضة بشكل مناسب، فلازم يكون مناسب لإله. ممكن نحن نساعده كيف يكسر البيضة، بس هو مع إيديه يعني المهارات الدقيقة ما بتكون بعدها متطورة بشكل مزبوط. بعد ما نعرف شو بحب ابننا، بنتأكد إنه اختار وصفة أو نحن بنقوم باختيار وصفة بتناسب عمره. الولاد الصغار اللي ما بيعرفوا مثلا يستخدموا الفرن، نحن بدنا نحط الاشياء بالفرن، يشوفونا كيف عم نستخدم الاشياء الامنه، بدنا نلبس نحن الكفوف الخاصه بالفرن، نبتعد، يكون بمكان امن، نشرح له عن عوامل الامنه للسيفتي، السلامه العامه، كيف نحن بنتعامل مع الاشياء الحاره والسخنه. عاده باعمار صغيره بنختار وصفات ما بنضطر نحطها بقلب الفرن، يعني بتكون مناسبه لمثل سناك او وجبات خفيفه. هلا الطلاب اللي بيكونوا اكبر، من ممكن نحن ندخل وصفات عمليه اكثر، فيهم هن يسووها لحالهم، ممكن تكون الاشياء بسيطه مثل نعمل مثلا سكرامبلد ايك او البيض المخفوق، نحط الخبز بقلب التوست، نعمل مثلا بوريج، او بتعرفوا الشوفان بتنطبخ مع قلب، هي طعام انجليزي بتنطبخ مع الحليب وشويه قرفه وزبيب، يعني اشياء المراهق او الطفل الاكبر سنا بحبها، فهي بنشتغل عليها على طبق بيكون بحب ياكله الطفل. نفس الوقت بدنا ننتبه انه نبسط الامور، نعلمه الاشياء بطريقه بسيطه وملموسه. بعد ما يختار طبق كتير بحبه أو وصفة كتير بحبه، لازم نحن إذا لقينا الوصفة معقدة شوي نسهلها، يعني النص مثلا منبسطه، فينا نحط صور حد الكلمة، مثلا لنقول بدنا بيضتين منحط صورة بيضتين ونكتب حطهم 2x أو نكتبهم بالعربي، خصوصا هيك بنكون عم نشتغل نحن على مهارات القراءة أو السايت ريدينج، إنه بيكون في تطابق بين الصورة مع الكلمة. فإذا لقينا وصفة بتحتوي بس على نص، إنه بس فيها كلمات ما فيها صور، فيها أنا أدخل صور صغيرة، أعمل مساعدة بصرية، فينا نجيب الأشياء
فينا نحط مثلا يكون في كاسات بلاستيك، الأشياء المطلوبة نحطها بقلب الكاسة ونكتب الكلمات لنعمل كمان تطابق عليها، فهيك بصير عم نعود لسير يقرأ النص لوصفة معينة. كمان ما بنترك ابننا يتحسر، بدنا نساعده كبداية، نصير نكرر عدة مرات الوصفة ليصير يعرف كيف يسويها، حتى من خلال تطابق الصور مع الكلمات لحتى يوصل انه يقرأ النص بشكل مزبوط. واذا كان عم يسألنا اسئلة كمان لازم نشرح له، ويكون هذه فرصة للتواصل ويكون في مبادرة بطرح الأسئلة ونحن نجاوب عليها. وهني ما تنسوا أن أولادنا عندهم قدرات بصرية كتير عالية. حنكمل معكم بكرة لتعليمات أكتر لنبسط أمور أنشطة الطبخ مع أولادنا. ترونا، كانت معكم دكتورة شفيقة منصور غربية، إلى اللقاء. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية عربية تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال.